قال لأحد المشايخ ذات يوم: يا فلان، إن لا نريد شيئا من الدنيا أو الآخرة، إن لا نريد الجنة أو النار، إنما نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنا راض. فقاله تلميذه: يا سيدي، إلى مكان البغايا؟ قال: نعم، اذهب إليهم وأخبرهم أن بدر الدين يسلم عليهم ويطلب منهم الدعاء. هل تعلمون ماذا حدث أيها الأحبة؟ أحبتنا، إن هذا الفعل فيه خير كثير، وفيه إيثار على الخير، وفيه عبرة ودرس لنا أننا نبيع الدنيا ونشتري الآخرة لأنها هي الرابحة. لم يهن نفسه لغني من أجل غناه، ولا لذي جاه من أجل جاهته. ربيع الأنوار.